وآخر فقراتنا يا رشا لليوم رح نحكي فيها اليوم عن الرياضة. كثير من الأشخاص بيمارسوا الرياضة بهدف فقدان الوزن، وفي أشخاص بيمارسوا الرياضة بهدف إكساب نفسهم الوزن، لكن في بعض الأحيان الأشخاص اللي بيروحوا ليمارسوا الرياضة بهدف إنقاص الوزن بيكون عندهم في بعض الأحيان نسبة ثبات بالوزن. هنون يمكن عم يكون في طريقة خاطئة رشا لممارسة الرياضة أحيانا، يمكن ما بيعرفوا اليوم شو هي التمارين المناسبة لجسمهم، أو ممكن يكون في خلل معين بالفيتامينات أو بعض، أو ممكن يكون خلل هرموني يمنع إنقاص الوزن. دائما بيقولوا في نقص فيتامين دال بالجسم ممكن يعمل تثبيت للوزن، ما يساعد. في ناس بتحرق أكثر من ناس، يعني في ناس إذا يعني بتاكل كميات كثير كبيرة من الطعام بتلاقيها ما كثير بتسمن، في ناس بيأثر فيها الصحن الصغير من الأكل، بيقولوا حرقها كثير بطيء. اليوم رح نتعرف على هدول المعلومات، كيف نحن قادرين نستفيد من الرياضة بشكل صحيح، كيف نحن قادرين انه نشتغل على انقاص وزننا من دون ما يتاثر باقي اعضاء الجسم. واكيد ضيفتنا لليوم هي المدربه هديل السعيد. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيكي. خلينا بالبدايه نحكي عن الرياضه بشكل عام، وخصوصا الاشخاص اللي بتكون الرياضه سبب هنن هدفهم منها لانقاص الوزن. الرياضة بشكل عام هي كتير مفيدة، بتعطي طاقة للجسم، بتعطي نشاط، الواحد مكتئب عنده توتر بيروح من خلال الرياضة. بدنا نحكي عن ثبات الوزن. تفضلي. ثبات الوزن هو في 5 أسباب، هنون واحد منهم أكيد بده يكون هو سبب، لأنه الشخص ما عم وزنه ثابت، ما عم ينحف، أو مثلا بده يزيد وزنه ما عم يقدر يزيد. نقص فيتامين د هو من يعني أشيع الأسباب، إنه هو الواحد عنده ثبات ما فيه عم يحرق، بيكون حرقه كتير بطيء. كمان عن نقص الحديد هو بيلعب دور كتير كبير. طبعا مقاومة الأنسولين كمان شيء، والسبب الأكثر والمهم الستريس. الواحد إذا متوتر أو تعبان الرياضة لما عم يلعبها ما رح يكون هو مرتاح، فهون بالتالي بده يصير عنده ما رح يكون عنده الحرق بشكل مثل ما هو طالب، مثل ما هو بده اياه، فهون بصير شوي عنده ثبات بالوزن لأنه طاقته هي ما بتساعده بالحرق. طيب اليوم الطاقة لها علاقة بالعمر، بيقولوا في بعمر محدد اليوم انه ما بقى كثير تستفيد من الرياضة بانقاص الوزن، يعني اليوم احنا عم نحكي عن الاسباب اللي عم تكون هي سبب بتثبيت وعدم نزول الوزن. العمر طبعا له دور. هلا يعني بدك تحكي اذا شخص عمره 30 او 40 غير اللي عمره بال20، هلا بال40 50 بده يكون طبعا، بس يصير الواحد بهذا العمر بده يفقد 30% من عضلاته والطاقه اللي هو بيكون بانيه، اما بينما بيكون مبني صح بيكون عنده لياقه، بيصير عنده الحرق اكثر، ما بيصير عنده ثبات وزن. المؤسس صح هو بيلاقي نتيجه صح، يعني مثلا انا بعمر صغير 10 سنين وفوق انا ببلش بلعب رياضه، فانا بعود جسمي على الرياضة، بصير أنا عندي لياقة أكثر. بوصل أنا لعمر كبير بيكون أنا أصلا لياقة عندي والطاقة عندي، بقدر. هلأ عندك مثلا شاب ال20 أو بنت ال20 بتعمل بوش أب غير مثلا اللي عمره 40 و50، صحيح. يعني الطاقة عند بالأعمار بين بختلف. الكبير والصغير بتختلف كتير. طب اليوم حضرتك ذكرتي انه لازم يكون في تشيك على الجسم، ممكن تحاليل معينه لنتاكد انه ما في نقص باي نوع من الفيتامينات اللي ذكرتيها حضرتك، لحتى نكون فعلا ممارسه الرياضه صحيحه. اليوم في اشخاص بيروحوا ليمارسوا الرياضه بهدف انه ينقصوا الوزن، وفي منهم بهدف التسمين. اليوم خلينا نحكي عن الرياضه المناسبه لانقاص الوزن. كل الرياضات بشكل عام هي مفيدة للجسم، بس هي بيفضل مثلا للأعمار الكبيرة اللي ما عنده قدرة مثلا يروح على الجيم فيه ويستبدلها بالمشي، بالركض، بالهرولة، على الطريق، بمكان يعني هيك بتحسي فيه طاقة. بينما اللي بيروح فيه على الجيم بيقدر يلعب أي نوع، كارديو، مقاومة، ايروبيك، زومبا. بالنسبة للبنات، بالنسبة للشباب كمال الأجسام والسباحة لكل الأعمار كتير مفيدة، يعني بكل العالم كل الرياضات هي مفيدة للجسم وبتنقص وزن.
في انواع فينا نقول هذا النوع ممكن ينقص الوزن اسرع من هذا النوع هيك؟ ما فيك تقولي هلا طبعا، ما فيك تقولي لا، لانه شو ما لعبتي باي نوع بالرياضه بدك تنقصي وزنك بينقص، بحيث انه تلتزمي انت بكامل القوانين الرياضيه اللي هي النظام الغذائي الصح، الرياضه الصح، بتلاقي نتيجه فورا. طيب كوتش، في مشكله بيعاني منها كثير من الناس يعني، واكيد انت سمعتيها، بتقول لك انه انا رحت على النادي وبلش وزني ينزل، بس انا بلشت انحف الاماكن اللي ما بدي اياها تنحف. صح. شو السبب هون بيكون؟ هلا لانه بتركزي انت على منطقه معينه بالجسم، لما انت بتركزي على منطقه معينه بالجسم وبتلعبي مثلا، هي يفترض اللاعب يلعب 3 ايام بالاسبوع، لما بيلعب 3 ايام على نفس المنطقه هو نحف هي المنطقه، بس بيصير عنده عدم تناسق بجسمه، بيصير هي المنطقه نحفت، في اماكن ثانيه ما بتنحف، فهو يفضل انه لما بده يلعب الشخص رياضه يلعب لكل الجسم بشكل كامل. يعني لما بتروحي انت على الجيم اول شيء بيعطيكي ورقه انه شو كل يوم بدك تلعبي، يوم ايدين، يوم رجلين، يوم ظهر، يوم بطن، يوم صدر، فانت هون بتلعبي لكل عضلات الجسم، بالتالي هون انت بتاخذي نتيجه افضل. المنطقه المحدده اللي مثلا مستحيل تنحف قد ما لعبتي فيها تكون انت عم تتمرني غلط، يعني التمرين اللي عم تتمرني بيكون غلط، ممكن بالعدات، ممكن بالتكرار، فانت هون قد ما لعبتي بهي المنطقه ما رح تستفادي، ممكن انت عم تلعبي صح بس اكلك غلط، يعني انت مثلا بدك تنحفي منطقه البطن، لما انت عم تلعبي كل يوم او لنفترض يومين بالاسبوع والباقي عم تنسقي انت بكل عضلات الجسم، لما عم تلعبي لهي المنطقه صح، بس لما عم تطلعي من الجيم عم تاكلي اكل مو صحي واكل غلط ومانك مانك ماشي على نظام غذائي صح من الكوتش اللي عم تتدربي عليه، فبالتالي هي المنطقه ما رح تنحف. تمام، باعتبار ذكرتي الاكل الصحي، في كثير اشخاص بيضيعوا، احيانا الكوتش بتقول انه مثلا روحوا كلوا بعد الرياضه او بعد بساعه او بعد ساعتين، في اكل معين يمكن لازم ياكلوا الاشخاص بعد الرياضه، خلينا نحكي عن انواع هي الاطعمه. هلا اول شيء مثل ما انت حكيتي انه بعد الرياضه بياكل صح، هلا بعد الرياضه يفضل الواحد ياكل فورا كربوهيدرات، لانه هون الطاقه انت بالجيم عم تخسري طاقه. قد ايه المده بعد الرياضة؟ ساعة أو ساعتين تقريبا أو لا 20 دقيقة أو 25 دقيقة فيك أنت هون تاكلي كربوهيدرات، مو فورا، يعني في عالم أنه بتطلع أنه خلص بدي أكل أنا وجبة كاملة بروتينات، أو هي رايحة على الطريق إيه أو هي ورايحة، هلا هي بتفكر أنه البروتينات أنه بعد الجيم هي مفيدة، فهي هي يعني فيك تقولي هي منيحة بس لطاقة الجسم، هلا أنت إذا بتطلعي بتاكلي بروتينات بتحسي قصة بخمول وتعب، بدك شيء انت عوض الطاقة اللي فقدتيها بالنادي اللي انت عم تلعبي وعم يعني عم مثلا عم تخسري عرق، تعب، كذا، فانت بدك تعوضي، فبدك تاخذي كربوهيدرات، بعد ب 45 دقيقة من الكربوهيدرات بتاخذي بروتين، هيك انت لتحافظي على طاقة الجسم، يعني انت عم تتعبي بدك شيء يعوض. بينما اذا انت ما عوضتي ما عاد فيكي بقى، ما عاد عندك طاقه بقى لكامل النهار، يعني تطلعي من الجيم رجعتي اخذتي وجبه غلط، فهون بالتالي كل النهار انت تعبانه، ما عندك شيء يعوض، بدك طاقه. هلا بيقولوا مثلا السكر بيعوض، بس هو كمان السكر مضر، بس فيكي تاخذيه ببدائل، عندك مثلا محليات صناعيه بيفكروا انه هي احسن من السكر انه بتنحف، بس هي كمان مضره، بتعمل لك خمول، بتعمل لك زياده بالوزن، بتفقد لك الطاقه اللي بجسمك. طيب اليوم كوتش، في كثير اشخاص بيروحوا لاتباع نظام غذائي معين لانقاص الوزن وبيلجأوا للنادي وبيحصلوا على هذا الجسم المثالي، بعد فتره بس تركوا النادي بترجع تراكم الدهون بنفس المناطق. اليوم يعني شو اهم النصائح لإلهم لهدول الاشخاص؟ يعني بجوز اليوم انا ما اقدر كفي بالنادي، ما اقدر انا التزم اكثر، يعني هلا الواحد اذا وقف نادي لعب لنفترض شهر والتزم بنظام غذائي صح وبرياضه صح، بعدها وقف، فهون بده بقى كيف بده يكمل مشان ما يسمن، بده يلتزم بالمشي، يعني هلا مثلا هو ما فيه يرجع النادي، يمشي كل يوم، يتحرك، القعدة الطويلة كمان مو منيحة، يعني لو قعد شوي يقوم، يحاول يلهي حاله بأي شيء مشان ما يضل كل
يعني عقله يشتغل انه انا بدي اكل بدي اكل بدي اكل. اي هلا هي الواحد كمان فيه يتحكم بحاله بحيث انه بدل ما ياكل مثلا الاكل الجاهز الحلويات الكذا انه خلص يتحكم بحاله ياكل كميات قليله اذا اشتهى يعني خلص ياكل كميات قليله هون المعده خلص بما انه تعودت على الرياضه لنفترض لعب شهر تعودت على الرياضه وعلى نظام غذائي صحيح فهي معدته تلقائيا راح تضب هو راح يلاقي الفرق بده بقى يتحكم بحاله يقول انه انا ما بدي ارجع اسمع هلا دائما بنسمع هاي الكلمه انه المعده بتضب على الرياضه ايه. وعلى تقليل كميات الاكل ولكن بس واحد رجع لنظامه اللي كان قبل بتلاقي رجع للكميات ومضاعفه يعني ايه صحيح ترجع بتموت هلا هي كمان بتلعب دور الواحد انه ما فيه يتحكم بحاله هلا الواحد مثلا المعده لنفترض هي كبرت هي بسبب تكبير كميه الاكل بيصغر كميه الاكل فهي هون كمان يعني هي بتصير عمليه كلها استقلاب وانه شو انت بتعملي بتلاقي طب اليوم في اشخاص بيروحوا على النادي بيلعبوا رياضه وبيسمنوا بدل ما ينحفوا شو الاخطاء اللي بيكونوا عم يرتكبوهم حكينا بالبداية إنه يمكن هو تطلع من الجيم تروح تاكل أكل جاهز أو حلويات أو شيء أيوة فهذا السبب هو اللي بيخليها ما تلاقي نتيجة وبدال ما تنحف بتزيد وزن وكمان في إذا عم تلعبي أنت تمرين معين أو أي لعبة بأي رياضة غلط فهي هون أنت ما رح تلاقي نتيجة بتشوفي حالك عم تسمني مع إنه بتطلعي كمان بتاكلي وكذا فإجباري بدك تسمني هون ما رح تلاقي نتيجة بدنا نعوض إنه نحن لعبنا رياضة خلص فينا ناكل اللي بدنا اياه بيعتبروا الرياضة هي الحل السحري إيه صح هلا هن بيفكروا العالم إنه أنا عم بلعب رياضة معلش آكل كل شيء نحن ما لنا ضد إنه الواحد شو ما اشتهى ياكل بس ياكل بكميات معتدلة إنه مو أنا خلص كل يوم مشتهى الأكل أو الحلوى أو كذا لا فانا هون بالتالي بدي اعرف انه مثلا يوم بالاسبوع انا اجى على بالي مثلا فري. ايه فيك تاكلي فري بس كمان ما يكتر كثير يعني خلص كميات قليله يعود حاله دائما على القله ياكل شو ما بده وابدا يعني هي اكبر غلط الواحد انه مثلا يفكر اذا اكل وجبه باليوم انه هو بس بينحف هي اكبر غلط لانه انت اكلتي وجبه بدك بعد بكم ساعه بدك تجوعي مع بدك تصيري تبدلي بدل ما تاكلي وجبه كامله شيبس بسكوت قصص هي كلها كمان مو منيحه يقسم وجباته على 3 وجبات باليوم مع سناكات مع كذا فهون بيلاقي نتيجه هو لحاله لو ما راح على الجيم وما عنده قدره يروح على الجيم بس يمشي ينظم أكله 3 وجبات باليوم مع سناكات خفيفة مثلا مثل ما قلت لك يوم بالأسبوع يأكل فري عنده ما يكتر هو الواحد شغل التعود بس تعود الواحد على أكل صحي وما يقعد عادي ايه ما يقعد قعدة طويلة فهو خلص صار عنده تعود بياخده كل حياته طيب كوتش بسؤال أخير لو سمحتي شو اليوم في أشخاص كتير بيروحوا للأدوية للتخسيس أو أدوية لسد الشهية بتكون الإرادة شوية ضعيفة بيكون ما عندهم وقت للنادي ما قادرين يتحكموا بالصحن لما ياكلوا يعني شو رأيك بهدول الأدوية؟ هلا مثل ما قلتي انت في عالم ما عندها قدرة تروح على الجيم وبدها تاكل خلص يعني بتاخذ تفكر تاخذ حل أدوية. يعني بس انقطع الحب نزل وزنه عم يرجع هلا هو انت قلتي انه هو ما له حل كافي هلا انت لما بتاخذي الحب بدك تقولي واو انا ليش هيك انحفيت مثل عندك هلا كثير في ادويه نازله للتنحيف للهضم لحرق الدهون بينحف الواحد ما بقول لك لا بس انت جربي وقفي يعني رح ترجعي بعد اسبوع اسبوعين رجعت الشهيه ايه بدك ترجعي مثل ما كنتي ويمكن المضاعفات النفسيه لك وكمان هي مضره للفيتامينات بتنقص فيتامينات بالجسم بتساوي خمول تعب شحوب بالوجه فانت هون عم تخسري من جسمك يعني انت صح عم تنحفي بس انت ما بتعرفي انت هذا الدواء شو نقص لك ممكن نقص لك فيتامينات انت بحاجتها يوجعك ظهرك ركبك انت هون عم تضري حالك بدون ما تحسي انه بهدف انه انا بدي اخذ دواء ما بدي وبدي اكل كل شيء ما بدي اروح على النادي فهي كثير مضره بالنسبه للاشخاص اللي بياخذوا النفسيه دي تسرع بضربات القلب يعني
في قلبي كثير بتعمل كآبه، يعني بتخليكي انت منعزله، اي شيء بيعصبك من كثير هي بشعه ومضره. بدي انحف مضره. انت مع هيك بنقطه اخيره، الاشخاص اللي بيقطعوا الخبز فجاه ممكن يرجعوا للخبز بكثره، انت مع هذا الشيء؟ هلا الواحد في اشخاص ما بتحب الخبز، انا من الاشخاص اللي 4 سنين ما حطيت الخبز بتمي ابدا، تعودت. في اشخاص ما فيهم بلا الخبز، بس كمان الواحد يعتدل فيها، يخففها، يعتدل فيها، ما ياكل كميات كبيره. نعم. واذا وقفها فجاه وبده يرجع لها ما يرجع لها بشهيه كثير كبيره، بكميات قليله معتدله، وتدريجيا شوي شوي يقعد يعني يعمل الساوي اللي بده اياه. نتشكر حضورك لليوم كوتش هديل، وهيك ان شاء الله بالصحه والسلامه للجميع. شكرا لك حبيبتي. شكرا لك، واكيد بنتمنى الصحه للجميع وبقيه نهار كثير حلو لك.